هاتفيا بالكابتن حسين السيد نجم نادي الزمالك السابق، عضو مجلس إدارة الفريق و أو النادي والمسؤول عن قطاع الناشئين في نادي الزمالك. كابتن حسين أهلا وسهلا بيك، منورنا. مساء الفل يا كابتن هاني، ازاي حضرتك؟ زي حضرتك كابتن، إيه الأخبار؟ كله كويس؟ ربنا يخليك، والله الحمد لله. إيه اللي حصل في الماتش ده؟ ده حصل زي ما انت حضرتك كده اعلنت وشرحت للناس بالتفصيل اللي حصل، انما انت سالت سؤال جميل جدا. نتمنى ان احنا نوجهه للساده في اتحاد الكوره والمسؤولين على لجنه الحكام، اللي بيعينوا ناس مش قادره توفر الحمايه للاعبين ناشئين صغيرين مواليد 2005. انت متخيل حضرتك ان في مباراه كره قدم ناشئين 2005 يحصل فيها هذا الكم؟ انا لو بلعب ماتش ملاكمه مش هيطلع عندي 2 ارتجاج وبلع لسان وقاعدين تحت الملاحظه لغايه بكره الصبح عشان نطمن عليهم، وواحد عنده 20 ورده حضرتك. يعني انا لما بلعب ماتش مصارعه ولا ملاكمه مش هاخد 3 4 غرز في المباراه ده اذا ما كانش يبقى فيه. وواحد زي ما انت قلت، ايه دول شباب النادي، مستقبل النادي، اذا انا لسه من ضمنهم عامل لهم 18 عقد من يومين. انا بشتكي مين حضرتك بقى في مصر؟ ما تلاقيش حد يجاوبك. طب ما قبل ما تشتكي ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل خلى الاصابات كده؟ اللي حصل هو يا كابتن هاني، انا الماتش اولا كان في اسمنت حلوان، ما كانش في نادي عندي. أيوة. عشان كل الاحداث دي تحصل انا هعمل تقرير واشوف الاداري بقى بتاع الفريق يقدم لي تقرير الكلام ده كله حصل ازاي، والحكم موجود. انت متخيل يا كابتن هاني ان كل ده يحصل ومفيش لعيب ياخد انذار؟ انا اسف. يعني هو السؤال بس قبل ما نكمل النقطه دي، يعني دي خناقه حصلت ولا ماتش كوره في اصابات قويه؟ دي احداث سير مباراه، برافو عليك. لا لا لا، دي احداث سير مباراه. انا مش مثلا خناقه اثنين خانوا مع بعض فالجماهير نزلت مثلا بتحوش وبتاع، لا لا لا، دي احداث سير مباراه طبيعيه. بيتصاب فيها 4 لاعبين زي ما انت كده شرحت وشفت في الصور، 4 لاعبين بيتطردوا في احداث سير طبيعيه في المباراه، وبكمل المباراه بحارس مرمى لاعب وبلعب ضربات جزاء بلاعب. انت متخيل المهزله اللي احنا فيها وكل ده والحكم ما طلعش انذار للفريق الثاني، وتيجي تقول لي دي مباراه كره قدم؟ انا اسف، دي مش مباراه كره قدم، واذا ما كانتش لجنه الحكام باتحاد الكوره هيوفروا الحمايه للاعبين الناشئين، امال هيوفروها لمين؟ انا بقى اوجه بقى كل الاسئله دي لاتحاد الكوره بلجنه الحكام بكل الدنيا والمسؤولين اللي عندنا في مصر عشان يجاوبوا لنا على كده ويشوفوا الحكم ده اصلا حكم كوره ويصلح ولا لا يصلح. مين حكم المباراه؟ هل عندك معلومه؟ معرفش يا كابتن. هنعرف احنا. اداري الفريق قال لك ايه يا كابتن؟ اسال بقى لجنه الحكام في اتحاد الكوره مين الحكم اللي كان بيحكم؟ اداري الفريق قال لك ايه يا كابتن؟ ايه اللي حكاه لك عن الاحداث اللي قال لي يا كابتن الكلام ده من ساعتين ثلاثه في حصل واحد اتنين بعد ما الماتش خلص في الحالات زي ما انت كده شرحتها بالتفصيل يا كابتن هاني. قلت له طيب الدكتور مع الفريق وحضرتك كاداري مع الفريق واللعيبه دي ما تتسابش لوحدها لغايه ما نشوف التقرير الطبي وتجيب لي تقرير طبي من المستشفى بحاله كل لعيب عشان نقدر بقى نشوف بقى القانون في مصر او في اتحاد الكوره هيجيب لي حقي إيه انا كنادي للعيال الصغيره دي ولا لا. وانا اشك فادي على الهواء قدامك كده ان حق النادي الزمالك في اللعيبه الصغيره دي هيتعمل، لا هتلاقي حكم اتحاسب ولا لعيبه توقف في النادي الثاني ولا حد حقق في الشكوى دي. اما انا عندي اولاء امور، ما انا طبعا متعاطف معاهم. واحد خد ابنه اللي هو انس اخر واحد اللي هو اشتباه في كدمه في ركبته وراح عالجه على حسابه لانه مش مطمئن برضه وده حقه. انما التانيين قاعدين ومتابعينهم وفي قاعد مدير اداري قاعد مرافق ليهم لغايه ما نطمن لغايه بكره الصبح نشوف حاله الاولاد دي ايه. الاهم مش كده يا كابتن هاني، احنا اولادنا هنعرف نراعيهم ازاي، انما الفكره ان انا اعرف اجيب حقهم ازاي، مين اللي متسبب في الضرر ده؟ وده اللي انا بشك فيه في مصر طول العمر. ليه بتشك فيه؟ لان انا لعيب كوره من 50 سنه عمري ما شفت حالات زي كده حصلت وفي نادي خد حقه، لان انت ما فيش جهه بتقدر تحسم وتاخد حق حد في الجهه دي في الاتجاه ده ابدا. ليه ما ياما عقوبات اتخذت ضد انديه وضد مدربين وضد لاعبين بالمزاج وبالحساب بتتحسب، انما مع نادي الزمالك لا يقعد يفكر ويحسب الاول. في حسابات شخصيه، ده انا بكلمكم مرات ناشئين يا هاني. ايوه. اللاعب اللي خد غرزه 20 غرزه اتضرب ازاي؟ يعني اتضرب ايه ال 20 غرزه دي؟ ده يعني تخيل، ما انا بقول لك اهو انت طالع في الهواء بتضرب كوره بالهيد، ده ده دخل برجله دخل بدماغه، انا ما عنديش الوصف التفصيل مفهوم، انما ازاي انا اخد 20 غرزه في كوره مشتركه؟
يبقى انت داخل ازاي؟ انت تخيلها يا كابتن هاني، ما في حكم، المشكله مش كده، المشكله ان الاربعه اللي عندي في المستشفى الحكم ما طلعش ولا فيه ولا انذار للفريق الثاني. انت متخيل الكارثه؟ ايه تحرك نادي الزمالك بعد المباراه بعد الوصول الى تقارير بتقول هتوصل لكم من الاهلي؟ هنستنى التقارير الطبيه وهنقدم شكوى لاتحاد الكوره ولجنه الحكام عشان يمكن 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 على ما مؤاخذه يتحركوا، انا مش عايز اقول كلمه ثانيه، ويدونا حقوقنا. ايه مطالب الزمالك؟ حقوق الحصول على حقوقه؟ طبق يا كابتن هنا، احنا عايزين، احنا بنطبق القوانين واللوائح، لو في لائحه عندك حضرتك لمسابقه الناشئين بتقول ان في واحد اثنين ثلاثه حصل، ده لما يحصل تعمل ايه؟ اعملهولي، انا ما بطلبش حاجه استثنائيه. تمام. توقف توقف الحكم، توقفه، تشطبه تشطبه، ما يحكمش ثاني ما يحكمش ثاني، دي مش مشكلتي. هل انا عايز حقي. المباراه دي كانت متصوره؟ ما اعتقدش ان الانديه انها بتصور مباريات الناشئين، يعني احنا بنصور على ملعبنا، ما اعرفش الفرقه الخصم الثاني بتصور ايه، بس انا انت اوريدي عندك صور طبيه في المستشفى، عندنا صور في المصري عندنا صور الاصابات يعني اللي منتشره. يعني الاصابه لوحدها تديك كيفيه انك ممكن تخمن سيناريو لما لعيب يتصاب بالطريقه الفلانيه يبقى الخبطه شكلها ايه. تخلينا ممكن نخمن، لكن بنبقى محتاجين برضو التفاصيل المكتوبه والتقارير الطبيه. انا 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 زمان في ماتش من الماتشات يا هاني اتبلع لساني، فانت متخيل الخط فالبلع اللسان ده انت متخيل الخط هتبقى شكل ايه، يا ده شلوت يا بوكس يا دماغ في الودن كده. فيعني الخبطات دي بتبقى ليها سيناريوهات محدده، المشكله برضو هرجع لك كل ده والحكم ما طلعش انذار. يعني كاننا بنلعب في الوائل الواق. في الايه؟ في بلد اسمها الوائل الواق، يعني حاجه كده يعني في النوير يعني. متخيل، انا سمعت، انا حسيت ان انا رحت انا النوير فقلت افهم بالظبط ايه. طب قطاع الناشئين عموما يعني طبعا الحمد لله اطمنا على استقرار حاله اللاعبين وربنا يطمن اهلهم عليهم، والزمالك بينتظر ما يراه حقه في هذه القصه، لكن كقطاع الناشئين عموما اشتغلتوا الفتره ديت على عقود لاعبين 18 لاعب، عينتوا الكابتن محمد حلمي كرئيس قطاع الناشئين، ايه تصوركم او باصين لايه في الفتره اللي جايه على مستوى القطاع كابتن حسين؟ بص انا هقول لك عنوان المرحله، عنوان المرحله بالنسبه لي وبالنسبه لقطاع الناشئين انا وكابتن محمد حلمي حاجه اسمها الاكتفاء الذاتي. يعني ايه؟ يعني انا مش بعد، يعني انا مخططين سنتين بالكثير ان شاء الله ثلاثه يكون عندي قطاع ناشئين يكون هو السبلاير الرئيسي للدرجه الاولى، مش الشراء، مش ان انا اشتري. تمام. غير كده يعني هتبقى في اضيق الحدود. الشراء من خارج النادي يبقى في اضيق الحدود. اضيق الحدود لان انا عندي ناشئين، انا بقول لك اهو، يعني عندي مواليد 2005 و6 انا مجدد ل 18 لاعب، وعندي 8 و9 وداخلين برضو دول في المرحله الثانيه، هتلاقيه مجدد وعامل عقود ل 3 4 لعيبه في 2008 و3 4 لعيبه في 2009 في المرحله اللي جايه. فانا عندي ناشئين الحمد لله. هعمل قطاع ناشئين زي ما قلت لك يكون عنوانه ايه؟ الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي. اللعيبه ال 18 اللي من مراحل عمريه مختلفه، ايه المعايير اللي بيها اخترتوا اللعيبه دي تحديدا لعمل عقود كابتن حسين؟ والله اولا هم طبعا يعني هم من ولاد النادي، ناشئين النادي. دي حته دي دم، انا مش جايب حد من بره، انما كل دول متربين في النادي وهم صغيرين، وكل واحد في مركزه هو الاميز في مركزه. مفهوم. وشويه المقاييس بقى الثانيه اللي هي يعني حته الحاجات الايه؟ الفنيه اللي انا برضو ما بحبش اتدخل فيها مع الكابتن محمد حلمي، اللي هي بتاعت المستوى ان هو يكون فعلا هو احسن واحد في مركزه، سواء حراسه مرمى، سواء دفاع، سواء نص ملعب، او سواء خط هجوم. ايه السقف بتاع التعاقدات ده من الناحيه الماديه؟ معلش ما سمعتش دي يعني. ايه السقف بتاع التعاقدات ماديا؟ بص انا يعني كل الكل زي بعض على فكره، عشان برضه ما حدش، بس ما يعني استسمحك ما بحبش اقول ارقام، انما الكل زي بعضه. تمام. العود كلها واحده. تمام. دي خطه اكتفاء ذاتي اللي يكون قطاع الناشئين هو الممد الرئيسي للفريق الاول باللاعبين، ده معناه انه الصفقات هتكون قليله في السنوات اللي جايه بحسب الفكره اللي بتقولها كابتن حسين او توجه نادي الزمالك. هل ده معناه انه ليه علاقه بفك القيد في يناير، ليه علاقه بفك القيد في نهايه الموسم، ولا ده امر منفصل يعني عنك؟ انا ما بحبش اتكلم في الجزئيه دي، انما دي مالهاش علاقه، انا بكلمك في المستقبل ايه اللي هو سنتين ثلاثه، لان انا بتكلم في 2005 و2003 و2006. أيوة. فده يعني اللعيب يلعب مثلا درجه اولى بعد 3 سنين بالكثير من دول. فده مالوش علاقه بدي خالص يعني. مفهوم تماما. انا بشكرك جدا كابتن حسين السيد، تحت امرك، عضو مجلس اداره نادي الزمالك، وان شاء الله قطاع الناشئين في نادي مودرن فيوتشر، الكابتن اسلام شكري. كابتن اسلام اهلا وسهلا بيك، منور الدنيا.
هاني ازيك، اخبارك ايه؟ وطبعا كنت اتمنى نتكلم في احداث احلى من كده، لكن انا كمان. اكيد هوضح اللي ايه اللي حصل. حصل؟ ايه اللي كنت حصل؟ حاضر. كنت حاضر مبدئيا. طبعا ايه اللي كنت حصل؟ موجود، والمباراة كانت على ارضنا، والمباراة حصل فيها حاجات غريبة جدا، بس كانت في اطار الكورة. اللي حصل انه في كورة في اولى كانت ما بين اتنين لعيبة، ما بين مودرن فيوتشر والزمالك، في احتكاك عادي جدا الولد وقع من نادي الزمالك، بلع لسانه، كلنا نزلنا عليه، شنقله له الملعب. احتكاك عادي جدا، وده حاجة بتحصل على فكرة، ممكن ولد وهو بيجري اصلا يبلع لسانه فيتشنج، يحصل الوقعة بتاعته عادي جدا. وده بيزيد احتمالاته مع الالتحامات القوية، وتحديدا لو في الراس يعني. التحامات عادية، ما كانش التحام قوي، والدليل ان جهاز نادي الزمالك ما كانش فيه اي اعتراض. تمام. بس نتفق انه كل الاصابات كانت في اطار الملعب، وكان في حكم، وما فيش اشهار لاي كارت احمر، فده اللي عايز اكد عليه. تمام. نيجي للكرة التانية، اتنين بيجروا مع بعض، اتشنكلوا او اتكعبلوا في بعض، ففي واحد منهم اللعيب بتاع مودرن فيوتشر وهو بيقع داس على اللعيب تمام. وخلي بالك انا دي برضو ما شفتهاش اكزاكتلي بالظبط ازاي عامله ازاي، لكن ده اللي اتشرح لي يعني. كنت يعني كانت بعيده عني في الجنب الثاني، فانا كنت قاعد في المدرج فبعيده شويه. فداس تمام. على رجل اللاعب ولا على ايه على بالظبط؟ على وشه، وش فباين اللاعب. جاله جرح في وشه. طبعا استدعى 20 غرزه. 8 غرز، ده من كلام الدكتور ومن كابتن محمد عبد الله، لان انا تواصل مع الناس كلها. انا هقول في الاخر ايه اللي حصل. اتفضل. تالت كوره بالعرض، تالت كوره بالعرض من ناحيه الشمال، اتلعبت ما بين حارس المرمى بتاع نادي الزمالك بيعمل تراي، فطلع بيعمل تراي، وفي نفس الوقت لعيب مودرن فيوتشر بيمد رجله بيلعبها بوش رجله، تمام، فجت في وش الحارس، فحصل حاله بلع لسان تاني. ايه ده؟ او حصل حاله تشنج whatever مع الخبطه طبعا او الكتمه، فحصل له ورم. كلنا نزلنا الملعب، وكلنا مع الولاد، واهم حاجه كانت سلامه الولاد. خلينا نطلع من قصه شغب والكلام اللي انا باين وصلني. انا مش متابع، معلش، في حلقه لاني انا بره. لا تمام. لكن وصلني انه كلام يعني بلاش، ما قالش شغب الكابتن حسين، لكن هو اتكلم في انه فين حقنا، وانه الحكم حتى ما اداش انذار واحد في قصة المباراه. قصه الحكم، لكن في الاخر خلي بالك احنا في الكوره، في الكوره حته الاحتكاك والاشتباك اللي ما بين اللعيبه ده وارد، لكن بدون تطاول وبدون حاجه فيها حاجه تبقى تمس قيمه نادي الزمالك ولا قيمه نادي مودرن فيوتشر. والدليل اني انا اول واحد كنت ببقى نازل جنب الولاد، وكابتن محمد عبد الله كان حاضر، والجهاز بتاعه، ولدرجه ان انا بعد لما حارس المرمى اتصاب وهو خارج، هو خرج، فبقوا بيلعبوا 10 لعيبه وحارس مرمى، لاعب بقى حارس مرمى في الزمالك بالظبط كده. قمت قايل للكابتن محمد عبد الله ويسال في ذلك، اني انا قلت له كابتن لو مش حابب ان احنا نكمل المباراه، انا هطلع معاك. تمام. انا هطلع معاك، اهم حاجه سلامه الولاد. ما انا كنت لسه هقول لكم، هنا كان لازم في دور في تهدئه اللاعبين، بما انه التحام ادى الى اصابات قويه، التحام بعده ادى الى اصابه قويه، التحام بعده ادى الى اصابه بالعنق يعني برضه. خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه هنا. الجهاز اصلا بتاع نادي الزمالك ما كانش بيحتك او حتى بيدعق ولا حاجه مع كل كوره، لان الكور كانت عاديه فعلا. احنا كلنا كنا مستغربين من الاحداث. خلاص. اللي عايز اوصله ان انا في الاخر بعد ما كلمت مع كابتن محمد عبد الله، رحت للاعبتنا قلت لهم لو حتى منهم تطاول عليك ولا حتى اشتبك معاك، انا مش عايز حاجه ولا رد فعل منكم ضدهم. تمام. كان مين حكم المباراة يا كابتن اسلام؟ علاوة على ذلك ان انا بعد المباراة، حتى بعد ما خدنا النقطتين ولا النقطة ولا الحاجة اللي احنا مش مهتمين بيها قوي، زي ما
زي ما يعني اتقلبت انه دي حرب ومش حرب. انا الولاد كابتن الفريق عندي لوحده لوحده قال لهم محدش يفرح احتراما للعيبه اللي مصابه الناحيه الثانيه. وكملت الكلام على كلام كابتن الفرقه اللي هو سليم. اني انا قلت لهم نفس الكلام تمام، مع انه حصل تطاول مباشر من احد المساعدين اللي موجودين، مش مساعد في الجهاز يعني، مساعد قصدي يعني مساعد اللي هو بيبقى موجود في الجهاز. وكلنا كنا مساعد يعني مساعد مدرب؟ لا مدرب مساعد لا يعني؟ لا 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 مساعد اللي هو اللي هو المهمات يعني. تمام اوكي. وبرضه سكتنا خالص ما اتكلمناش. الماتش ده خلص ضربات ترجيح بعد التعادل صح؟ بعد التعادل، لان هي دي الرولز. كسب كام مودرن فيوتشر؟ مودرن فيوتشر كسب بفرق ضربة ترجيح يعني بقى 5-4 او 4-3 مفهوم. طيب تمام. مين حكم المباراة كابتن اسلام؟ لا انا مش عارف اسمه، لكن تمام. هو الموضوع كله ان هو ما طلعش غير ما اشهرش غير انذار واحد في واحدة يعني من اللقطات دي. نعم في واحدة من اللقطات دي الانذار اللي هي كانت الحارس. اللي هي كانت اللي هي بعد الخبطه بتاعت اللي هي كان فيها الغرز اللي في وش اللعيبه اللي في وش اللعيبه، لكن الباقي خلي بالك الاولى بالذات ولا الثانيه ولا الثالثه انا اسف كور مشتركه عاديه جدا. أيوه. يعني لدرجه ان بقول لك جهاز نادي الزمالك ما كانش حتى بيزعق ولا يقول مفهوم بيطلب اي حاجه زياده مفهوم. وبالتالي اللي انا عايز اوصله بس عشان ايه بلاش ان احنا لما يوصل لنا كلام من على السوشيال ميديا يعني جاي مكتوب انه حصل اشتباكات وبلع لسان، لا بلع لسان جوه المباراه ده عادي جدا يعني. طبعا يعني مفهوم ان هو جوه المباراه برضه مش خناقه يعني، مش ناس نازل تتخانق تضرب بعض مفهوم. لازم نفرق طبعا، وان كان اطمنتوا على اللعيبه لسه هكمل لك انا اسف معلش هاني لان ده ضروري جدا. تقديري واحترامي لنادي الزمالك وتقديرنا كلنا كمودرن فيوتشر لنادي الزمالك ما فيهوش كلام. أيوه. والدليل ان انا تواصلت مع كابتن محمد حلمي رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك. قلت له يا كابتن انا هاجي لك بنفسي لو في اي حاجه. اتكلمت الكابتن ايهاب احمد عبد الحليم نفس الكلام، بلغته اسفي وانه اللي حصل ده كوره وانه ما فيش حاجه مقصوده اكيد. ثالث حاجه بعت انه المدير الاداري بتاع مودرن فيوتشر كان مع الولاد بتوع نادي الزمالك في المستشفى لحد ما اطمن ان هم طبعا دخلوا قصه الانتنسيف كير عنايه مركزه ليه؟ لانه طبيعي ان واحد عنده بلع لسان لازم يخش تحت الملاحظه طبعا ده ما فيهاش كلام 24 ساعه مظبوط. بلس الولد اللي دخل العمليات ان شاء الله ربنا يشفيه دخل عشان يعمل عمليه تجميليه اللي هي قصه الغرز. تجميليه في لاعب ما كملش الماتش بسبب كدمه قويه في نفس الكلام بقى. من عندي على فكره هو الكدمه كانت ما بين الاثنين. يعني في لعيب من عندنا اللي هو الاسترايكر بتاعنا رقم 9 نفس الكلام هو في الخبطه اتخبط هما الاثنين مفهوم طلعوا. مفهوم طيب عايز عايز اطلع من حته ان احنا ان انتوا كنتوا بتضربوا مفهوم ولا طيب. فيها خناقه ولا فيها دي في الاخر احنا اهم حاجه سلامه البلاد طبعا دي اهم نقطه في العموم.